عليكم. اليوم نروح الولاية تاع جلفة اللي نعرفكم عن محطة جديدة تاع بوطي صايح التي تقع على خط بوكزول الأغواط، وهذا الخط اللي رافنا الآن في محل تجارب سوف يفتتح يعني في الأيام القليلة القادمة. إذن هذه هي محطة تاع بوطي صايح اللي إذن تم التدشين تاعها مؤخرا. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.